شهدت محافظة مطروح تدشين عدة مشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير المحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. يأتي هذا في إطار أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر ورفع كفاءة الخدمات بها. مشروعات تنموية ومتنوعة بالمحافظات تغير ملامح الدولة لتكون بمثابة بوابة للجمهورية الجديدة. محافظة مطروح كانت شاهدة على تدشين مشروعات كثيرة تخدم المواطنين وتقدم لهم حياة كريمة. هنا في مطروح تم إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى كمدينة العالمين الجديدة وميناء جرجوب وتوسيع طريق الإسكندرية مطروح، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمكتبات العامة وإدراج عدد من القرى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزير التنمية المحلية هشام أمينة تفقد عددا من المشروعات التي تم تنفيذها في قرية زاوية العوام المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى محطة الرميلة 4 الجاري إنشاؤها ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة. احنا عمل عندنا مدرسة ولاد هيوب، وعمل دور ثاني الوحدة المحلية، عملنا شبكة صرف صحي، شبكة مية، عملنا تطوير مركز شباب زاوية العوامة، وعملنا أيضا ملعب منقل نقل صناعي. وإحنا بنشكر سيادة الرئيس أنه دخل قرية زاوية العوامة ضمن برنامج حياة كريمة. وفي مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تم إدراج 11 قرية في المرحلة الأولى للمبادرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 103 مشروعات في مختلف القطاعات بشكل نهائي. نحن شهدنا ضفرة كبيرة جدا في محافظة مطروح في من خلال تحقيق التنمية على أرض المحافظة، ودي نقلة حياة المواطنين نقلة نوعية. احنا بنشكره جدا على الزيارة دي ونتمنى تكرارها إن شاء الله. احنا برضو داعمين لكل هذه الجهود سيادة الرئيس، واحنا فعلا يعني عايشين العصر الذهبي فعلا للتنمية في مصر في ظل إنشاء جمهورية جديدة. هذه الجمهورية فعلا احنا بنفاخر بها العالم. فسيادة الرئيس احنا داعمينك واحنا في ظهرك، احنا واقفين معاك مساندينك. ويتم حاليا انشاء محطة لتحلية مياه البحر 4 بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح، فضلا عن انشاء مركز للسيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة. المشروعات القومية اللي بتتعمل في المحافظة عندنا هنا كحياة كريمة وزيادة محطة التحلية لرفع تدفقات المياه للمحافظة، ودي مشروعات قومية احنا بنشاهدها وبنشوفها كل يوم. مدينة سيوة هي الأخرى شهدت إنشاء مكتبة مصر العامة المكتبة الخضراء كأول مكتبة بيئية تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة مقامة على التراث البيئي السيوي.